لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. كويس قوي ومستواه عالي جدا مع نادي الاتفاق السعودي في الفترة الحالية في بطولة الدوري، فليه حسين السيد ما يرجعش؟ وحسين السيد لعيب كبير ولعيب مميز، وكان نادي الأهلي وداه إعارة سنتين لنادي الاتفاق عشان يلعب ويحتك، إن كان علي معلول طبعا هو اللي بيلعب بشكل أساسي. ده بيتقال داخل النادي الأهلي، وعايز أقول لكم إن فعلا حسين من اللعيبة المميزة، وعلي معلول خلي بالكم يعني احتمال في انتقالات يناير إن هو عنده عروض، وبرضه في نهاية الموسم يعني بشكل كبير جدا لو قعد مع النادي الأهلي في شهر يناير ما انتقلش لحتة بره، والأهلي مش هيوافق إن هو يبيعه دلوقتي، لكن بشكل كبير في نهاية الموسم علي معلول هيرحل عن النادي الأهلي. كنت قلت لكم برضو خبر كده امتى؟ اول امبارح قلت لكم عندي واحد صاحبي في الجوازات اللي قال لي في المطار، يعني قال لي ان هو انيس بوجلبان عمل تأشيرة وجاي مصر عشان يتفاوض مع النادي الاهلي. الاهلي يعني زي كلفه كده ان هو يخلص موضوع محمد امين بن عمر مدافع النجم الساحلي، مدافع التونسي للنجم الساحلي. ففعلا انيس بوجلبان جه مصر ووصل من يعني من حوالي ساعتين ثلاثة كده الى مطار القاهرة، وجاي عشان يعني يشوف قصة أمين بن عمر دي ويتفاوض مع النادي الأهلي، أو يعني يقول النادي الأهلي التفاصيل إيه بالنسبة لأمين بن عمر. كمان الأهلي عايز يتعاقد مع عمرو طارق مدافع منتخب مصر، وعمرو بركات لاعب الأهلي اللي كان محطوط على قائمة الانتظار بيقترب من العودة مرة أخرى لفريق مصر المقص. يعني في موجة انتقالات طبعا تعرفي احنا في شهر داخلين على شهر يناير، بداية من 1 يناير الأندية تقدر يعني تتعاقد مع لعيبة جديدة ويحصل انتقالات، كل فرقة بتحاول تدعم صفوفها في بطولة أو في الموسم نص الموسم الثاني في شهر يناير القادم. فطبعا هنلاقي انتقالات كتير جدا، وهنتكلم في أخبار كتير جدا الفترة اللي جاية. الأهلي كمان بيكثف مفاوضاته مع نادي إنبي عشان يضم حمدي فتحي الهاف ديفندر بتاع نادي إنبي. كل دي ترشيحات دلوقتي، وفي اللي هو اللعيب اللي اسمه بن حليب. نكمل تاني مع بعض. النهارده كان في تدريبات في الاهلي في السليف كوليبالي في الجيم، مرن في الجيم يعني سليف كوليبالي ايامه بقت معدوده في النادي الاهلي. وحسام عاشور طبعا شغال جلسات التاهيليه عشان الاصابه اللي كانت عنده في انكر رجله، اتمنى له الشفاء. حسام عاشور طبعا من الكباتن المميزين جدا للنادي الاهلي. جونيور أجايي بدأ يشارك في تدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، يعني ادوا كده لجونيور أجايي أسبوعين ثلاثة، يعني نقدر نقول على بداية يناير أو في آخر شهر 12 يبدأ جونيور أجايي ممكن يلعب ماتشات رسمية مع النادي الأهلي. الأهلي استأنف تدريباته النهاردة استعدادا لمباراة طلائع الجيش يوم الأحد الجاي، الأهلي وطلائع الجيش يوم الأحد الجاي الساعة 7 إن شاء الله في استاد السلام. كمان كابتن محمد يوسف النهارده عمل محاضره فنيه كده للاعبين، يعني اتكلم معاهم كده 20 دقيقه جلسه كده، يقول لهم الفتره الجايه فتره صعبه، لازم تشدوا حيلكم، لازم كذا، لازم الاهلي يرجع، يعني الكلام التحفيزي، وبيقول لهم ممكن بعض الاخطاء اللي حصلت في الماتشات اللي فاتت كده. يعني دايما المدربين بيتكلموا في بدايه كل تمرين كده مع اللعيبه يحفزوهم. احمد فتحي والشناوي وعلي معلول يواصلون تنفيذ البرنامج التأهيلي. طبعا الثلاثة مصابين أحمد فتحي والشناوي وعلي معلول. الشعلة السعودي، نادي الشعلة السعودي بيطلب ضم أيمن حفني. تعرفين نادي الشعلة ماسكه كابتن خالد جلال، بس نادي الشعلة نادي درجة تانية في السعودية، يعني صعب أن أيمن حفني يروح درجة تانية في السعودية. أيمن حفني من اللعيبة المميزة، وأيمن أنا عارفه ما بيحبش الغربة، يعني مش هيوافق أساسا أن هو يسافر برا مصر. يعني احمد مدبولي لاعب الزمالك بيقولوا ان هو مستني عرض يوناني وعرض سعودي خلال شهر الانتقالات القادم. الزمالك بيطلب من السيد سالم لاعب دجله ان هو ما يجددش عقده مع دجله عشان الزمالك يتعاقد معاه. في برضه مهاجم فيتا كلاب مارك ماكوسو، مهاجم فيتا كلاب مرشح لتدعيم صفوف نادي الزمالك. الزمالك بيحاول يجيب مهاجم جامد، مهاجم اسم، مهاجم معروف، مهاجم هداف في شهر يناير، وده اللي الزمالك محتاجه واللي مركز عليه في فتره كبيره جدا الفتره الجايه. الزمالك بيحدد يوم 14 ديسمبر موعد لمواجهه القطن الشادي في الكونفدراليه الافريقيه ان شاء الله في ذهاب دور ال 32. يعني الزمالك يوم 14 ديسمبر هيلعب، يوم 14 ديسمبر ده يعني بعد ماتش يوم الجمعه هيلعب مع فريق القطن الشادي زي النهارده كده ان شاء الله. يعني
جروس بيطلب من الجهاز المعاون والجهاز الاداري تسجيلات لفريق القطن التشادي. طبعا يعني فريق القطن التشادي كسب بطل توجو في دور ال 64 في الكونفدراليه، وهتلاقي ما يعني ما فيش ماتشات كتير هيقدروا يجيبوها، هيجيبوا لهم ماتشين ولا حاجه. فريق القطن التشادي مش من الفرق الكبيره، ويعني اتمنى ان الزمالك ان شاء الله يركز بشكل كبير، ان الزمالك السنه اللي فاتت خرج من فريق ضعيف، فريق الاثيوبيا. لجنه المسابقات بتحدد يوم 28 ديسمبر موعد لمباراه الزمالك وبتروجيت. الزمالك هيلعب مع بتروجيت مباراه في بطوله الدوري ان شاء الله يوم 28 ديسمبر القادم. الزمالك راح عمل التدريبات بكره، والنهارده حتى حكم مباراه السموحه والاتحاد السكندري هيكون محمد معروف هو حكم المباراه، ومعاه طاقم تحكيم احمد حسام وهاني خيري، سالم متعب حكم رابع، وصابر ابراهيم وعاطف حسين حكم خامس. في حاله التعادل النهارده ما بين سموحه والاتحاد السكندري هيبقى في اكسترا تايم، وقت اضافي. في حاله التعادل في الوقت الاضافي هيكون في ضربات طرديه. لوك ايميل مدرب البلجيكي لفريق طلائع الجيش اجتمع مع لعيبه طلائع الجيش النهارده وحفزهم، وطلائع الجيش يعني بيستعد طبعا لمباراه الاهلي يوم الحد القادم. طلائع الجيش عنده اصابات، كريم طارق واسلام عبد النعيم مش هيلعبوا ماتش الاهلي، ورجع تاني تالان داي يعني كان بقاله فتره غايب بسبب الاصابه، ولكن رجع وهيشارك مع طلائع الجيش امام النادي الاهلي. كابتن طلعت يوسف بيهدد بالرحيل من تدريب مصر المقاصه، ان مصر المقاصه اليومين اللي فاتوا دول عمال يبيع لعيبه، كابتن طلعت يوسف مش عايز يبيع حد. طبعا المقاصه باع ايريك تراوري للاهلي لبيراميدز، وباع محمود وحيد للاهلي، وكابتن طلعت يوسف يعني قال لهم يا جماعه مش عايز حد يبيع حد من اللعيبه اللي عندي، يعني يا دوبك اللعيبه اللي عندي هي العناصر القوه بالنسبه لمصر المقاصه. فطبعا كابتن طلعت يوسف متضايق جدا، وان الاداره بتبيع اللعيبه، وده هياثر بشكل كبير بالناحيه الفنيه على فريق المقاصة في الفترة القادمة. يعني حتى قال الإدارة طب تعاقدوا لي بقى مع لعيبة تانية وكفاية بيع كده. يعني عايز أقول لكم برضو بيني وبينكم كده، بيراميدز مركز جامد قوي مع جون أنطوي، عايزين ياخدوا جون أنطوي وعايزين يدفعوا رقم كبير لمصر المقاصة. بس طبعا لو جون أنطوي كمان مشي من المقاصة يبقى المقاصة كده شكرا. يعني دايما أنا بقول لكم إن القوة الضربة لنادي المقاصة الثلاثة بتوع الأجانب الأفارقة، جون انطوي وباول انفوافي وايريك تراوري. ايريك تراوري خلاص راح بيراميدز، فلو كمان جون انطوي اتباع المقصه كده خلاص. بس طبعا الارقام اللي بتيجي للعيبه من بيراميدز كبيره، فالاداره تقول لك طب يا عم ابيع ومش مشكله بقى، ما نجيب حد تاني مكان جون انطوي ومكان ايريك تراوري. بس دلوقتي زي ما انا بقول لكم كده، بيراميدز بيقاتل عشان يجيب جون انطوي من النادي المصري المقص. كمان نادي امبي بيقترب من التعاقد مع عمر بسام مهاجم المقاصه. بعثه الاسماعيلي وصلت المغرب، وكانت الطياره اتاخرت حوالي يعني 3 4 ساعات كده بسبب حاله الطقس، فان شاء الله يعني النادي الاسماعيلي باذن الله كده هو خلاص وصلوا المغرب، ان شاء الله يستعدوا بشكل كويس. ان عندهم ماتش جامد مع الرجاء المغربي، والرجاء المغربي يعني ماشيين كويس قوي الفتره اللي فاتت، واخدين الكونفدراليه ماشيين كويس في الدوري المغربي، فماتش صعب على النادي الاسماعيلي. والاسماعيلي تعادل مع الرجاء المغربي 0-0 هنا في استاد اسماعيليه في مباراه الذهاب في دور ال 16 للبطوله العربيه. المحله بيخاطب حرس الحدود لتفعيل بنود عقد امام عاشور. في ولد اسمه امام عاشور بيلعب في نادي الحرس، هو الولد ده اساسا بيلعب في غزل المحله، يعني لاعب على قوه غزل المحله. نادي غزل المحله هو اللي يملك اللاعب، بس نادي حرس الحدود واخد امام عاشور سنتين اعاره. ف يعني في عقد ما بين غزل المحله وحرس الحدود ان حرس الحدود ياخد الولد سنتين اعاره، وفي بعض الشروط كده داخل العقد منها ان نادي حرس الحدود مثلا يستضيف فريق غزل المحله في احد فنادق اسكندريه خلال 4 لقاءات في الدوري الممتاز به. فبتوع المحله عايزين يفعلوا العقد وشروط وبنود العقد ما بين حرس الحدود وغزل المحله عشان الولد اللي هو امام عاشور. بس امام عاشور قاعد سنتين في الحرس، السنه دي اللي هو بيلعبها والولد متالق وراح منتخب الاولمبي، والسنه الجايه كمان امام عاشور هيكون مستمر مع فريق نادي حرس الحدود. عايز اقول لكم الاسماعيلي يعني من داخل النادي الاسماعيلي كده في كلام ان السنه دي تكون اخر سنه لحسني عبد ربه
مع النادي الاسماعيلي وبعد كده يعتزل وياخد منصب داخل النادي الاسماعيلي. اتحاد الكرة بيخصم ديون الاهلي والزمالك من المستحقات الفيفا. انتوا عارفين ان انا قلت لكم ان الاهلي والزمالك خدوا فلوس الفترة اللي فاتت من الاتحاد الدولي لكرة القدم عشان اللعيبة اللي شاركت من الاهلي والزمالك مع المنتخب في كاس العالم. فالاتحاد المصري ليه فلوس عند الاهلي والزمالك في مديونية تصل حوالي 14 مليون جنيه. فالاتحاد المصري هيخصم الفلوس اللي جات له من الفيفا اللي هي بتاعت الاهلي والزمالك من المستحقات اللي على الاهلي والزمالك لاتحاد الكورة. مش عارف انتوا فهمتوني ولا لا، هي لفة شوية. الزمالك والاهلي ليه فلوس في الاتحاد الدولي عشان اللعيبة اللي شاركت من الاهلي والزمالك في كاس العالم. فاتحاد الكورة عايز فلوس من الاهلي والزمالك ليه عليهم يعني فلوس قبل كده، مديونية قبل كده. فاتحاد الكورة هيروح واخد الفلوس اللي جاية من الاتحاد الدولي عشان الاهلي والزمالك وياخدها يخصم ياخد مستحقاته من الاهلي والزمالك ويبعت الباقي للاهلي والزمالك. خلينا نكمل اخبارنا مع كوره اف ام. وكنت بتكلم يعني في النادي الاهلي ولسه لغايه دلوقتي مش قادر اقول لكم الزمالك صفقاته. يعني كان معايا امبارح امير مرتضى منصور المشرف على الفريق في على التليفون امبارح بعد مباراه الزمالك والمصري، والزمالك طبعا في المركز الاول وقمه الدوري المصري برصيد 35 نقطه. امير قال لي احنا الزمالك مش هيجيب لعيبه كتير، يعني الزمالك عايز في يناير 3 لعيبه الماكسيمم او اقصى حاجه ان الزمالك يجيب فيها لعيبه هما 3 لعيبه. عايزين باك ليفت، عايزين مساك، عايزين مهاجم، مهاجم صريح. فهم دول الثلاث لعيبه. فلسه الزمالك مجرد كله كلام، لكن الاهلي عايز لعيبه كتير فبيحاول يعمل صفقات. فعشان كده يعني ما بقولكوش اخبار عن الزمالك في الصفقات، والزمالك يعني حتى حريص جدا ان هو ينتقي اللعيبه اللي هو عايز ياخدها في شهر يناير القادم. معايا وكيل اللاعبين شادي الهادي، وهو وكيل المغربي اللاعب المغربي بن حليب اللي هو مهاجم نادي الرجاء وهداف الكونفدراليه. انتوا عارفين نادي الرجاء كمان خد الكونفدراليه لسه من حوالي 3 4 ايام امام فريق فيتا كلوب. يا استاذ شادي. كابتن كريم اخبارك ايه؟ حضرتك شادي الهادي اسم موسيقي كده، يعني بتفكرني في الافلام بتاعت شادي الهادي. يلا بقى نعمل ايه؟ انت وحش، احنا بقالي كتير ما قابلتكش، بقالي فتره يعني كنا جيت لي مره في قناه النهار بالظبط بالظبط حوالي 3 4 سنين. ظهرت فجاه الفتره دي. لا مش حته ظهرت فجاه او حاجه، بس هي الاحداث احيانا هي اللي بتعمل سبوت. انا في العموم في شغلي ما بحبش اطلع اتكلم كتير في الاعلام وكده، لان انت عارف احنا في مصر كل يوم تطلع كلمه وكل يوم يطلع خبر. ف الاحسن او احترافين ان الواحد يشتغل، والشغل في الاخر هو اللي يخلي الانسان يطلع يتكلم يعني كان في شغل او لا. طيب يعني خلينا نخش في الموضوع كده شادي، وايه اخبار موضوع بن حليب؟ يعني المهاجم المغربي لنادي الرجاء شويه يقول لك الاهلي هياخده، وبعدين شويه تانية قالوا لي النهارده لا ده الزمالك عايز يرجع حميد احداد او يحصل مبادله وياخد بن حليب. لا هو بص يا كابتن، هو انا اول مره هتكلم في الموضوع ده، هو الموضوع مصار بقاله اكثر من شهرين ثلاثه، بس خلال الاسبوع الاخير دوت يعني الموضوع بقى فيه كتير قوي، كل شويه حد يطلع يتكلم باسم اللاعب وكده. وانا احتراما للولد واحتراما للانديه اللي بتصعد يعني او بتتكلم او مهتمه او حصل ترشيح ليها، ما حبيتش اتكلم لحد ما نوصل لنقطه معينه. تمام. ولكن كان لازم اطلع ارد، لان شفت وكلاء كتير بيتكلموا باسم اللاعب وهم لا معاهم تفويض منه ولا ليهم اي علاقه باللاعب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.